بدأ يجي يلا هنصطاد سلام عليكم او معاناتي بقى سبعة في البدء ابدأ ابو عايز اقول لكم يا جماعة الناس في اللعبة مستواها ارتفع بطريقة مش طبيعية في فلير يلا اصطاد يلا الناس في اللعبة مستواها ارتفع بطريقة مش طبيعية يا جدعان مبقاش فيه بوتات ومبقاش فيه فانت عادي معرض انك تنزل تلعب وبعدين في حد هنا تعال اما نروح عند صاروخ بنلعب بقى لعبة بقى احترافي لعب سكوادات لعبة في فرق الحياة والموت بيبقى الموضوع مختلف السكوادين كده يلا هنصطاد السلام عليكم احنا جينا اديله ما ده احنا لو سيبنا ناخد الموت ولا مش عارف والله يا اسطى مش عارف اجرب بص انزل تعال نجرب احنا اتنين ماشي 1 2 3 عشان لو متنا عشان لو متنا موت سوا بس هنعمل ايه ما احنا لو متنا موت سوا يلا 1 2 3 برافو حلو قوي النقطه دي موت سوا ايه ده ما متش طب على ود بسرعه ما متش لا بس عجبتني الحركه صراحه خد فيها مكانه كويس عربيه قدامنا دماغك واحده يا معلم كمل زي ما انت قدرت المركبه ايه ده هو مات من قبل المركبه ولا ايه ما ماتش منك طب ازاي الكلام ده كسات يا احمد يلا واطي المنافسه صعبه في التوب 1 والاصعب انك بتبقى محتاج في ناس فوسه انك بتبقى محتاج في ناس بتعدي من عمرها توقف وفي ناس والاصعب انك بتبقى محتاج 3 4 سكوادات عشان خاطر تمشي الموضوع دوت فاهمني فعشان كده الموضوع بقى صعب قوي محسن دلع عليك ايه ده حد ايه ده صوت ايه ده ايوه اديهم كده ايوه اديهم بالايم كده ارعبهم يالا أيوة صوت الايم كده بيخوفهم يالا طيب ماشي ثانيه كده ما تتجنن ولا ايه انا بقول احنا نخش على دولت يلا بينا ده ممكن واحد فيهم يلا بيبي يلا بينا ازاي اسمه ابو زيد وحاطط علم روسيا يعني ولا ده علم مش روسيا هو لا روسيا هم على السطح ما في حد هنا قدامنا ممكن يكون في حد ناحية تانية استنى ناحية تانية من سامع صوت الاثنين عاش يلا عيب تعال تعال نأمن عليه بس اقعد ايه يا ابو زيد هات علم روسيا ليه يا اسطى ايوه تعالى بقى يا بيبي تعالى انت هتشوف السكوب 8 مع حد من العيال دي معقول موجود واحد هنا استنى وبيرمي نيت برضه بيرمي نيت برضه عشان انا شكلي لو وقعت مش مشكله بس هوقع رماه قبلي للاسف عشان كده انا لقيت سكوب 8 قشطه تعالى بقى تعالى خلي بالك في واحد من عيال ابو زيد في العيال مش عارف ولا ايه ها في عربيه طب عليكو ايه ده؟ نايس اف نوت؟ لا ماشي يلا 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 خير بيرو عجله يلا بسم الله السلام عليكم يا برنول سموك العيال كلها لابسين ازرق يا اسطى والعمليه مش مطمنه خالص مين دول؟ مش عارف تعالى خد سافو يا اسطى يا مستر ابوكا بص الحركه دي وش عليك انت فين يالا في السموك يالا جاري دخل البيت تيم ثاني جاي يا احمد ماشي تعالى امسك البيت ده طيب
انت ما فنشتش؟ لا كلتنا يا اسطى، كلتنا يا اسطى، سرقوها يا اسطى، سرقوا واحد يا اسطى. فاضل واحد هنا صح؟ انت سامع صوت حد هنا؟ واتش اوت، انا سامع هنا، انا سامع هنا. طب تعالى 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 نرجع العمارة، تعالى نرجع العمارة عشان لو في حد يبقى تحت ما يبقاش تعديه فيها مشكلة. ماشي باشا، انا هو بالتوسط. ماشي باشا، انا بس بحاول الوت اي حاجة. كم واحد؟ واحد حبس، يمكن يكون هو ده. ما تأمنش، بس 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 انا سامع صوت جي جي. المهم قوم تقريبا الكلات يا احمد. ده قوم، انا فنشتهم، انا فنشتهم. ده تقريبا اخر واحد سلمى تقريبا. استنى بس تعالى نشوف البتاع. اخر واحد سلمى؟ لا لا مش سلمى، لا رقم اسمه غير. في ميتوني ثانية موجود. ماشي ماشي ماشي. هل بقى فين يا اسطى؟ نايس لعيب. حد هيجي لك يا اسطى؟ هو فين؟ ورا السور ده، الحته دي كده. واتش اوت. انا رايح امتحان. احمد سكوت كمان جابك. ماشي 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 ماشي. بس احنا بالزون هنا. اوت الكاميرات. ايه ده ايه ده، في ايه؟ لعب على فلوس ده. ايوه هو ده، هو ده اللي انا جبته والله العظيم. 10 على 10 انا اديته واحده هيد، وانت هتتكمل عليه. بقول لك ايه، تعالوا ناخد الفلوس قدامهم احسن. يلا ده جليتشات، هم حاطين شيلد، احنا جليتش من بعيد. خلي بالك حد في البيت، خلي بالك لو هم سكواد بيلعب هيكون سايبين حد في البيت هنا عشان ايه يكفر. تعالى بيضرب الشمال، ما بيلعبوش كريمه بقى. خش خش جوه، خش جوه. ماشي هتضرب بس اقعد يلا. نايس، اقعد على مش التاني. احنا مش زون، عايزين خطة الزون عشان نتحرك. ممكن ما نبش على التانيين دول. اتسرقت يا احمد الورا، اتسرقت. حد فنشها؟ ازاي ده كان فوق؟ المشكلة في الكفرات دي ما بتستعملش. الكور ده بيتكسر المفروض. بيقعد بيتعمل بعد ما يقول. ما هو ده، ما هو ده، هو ده اللي بيقع عشان دمه له. ايوه نايس، الكفر راح كده. كل انت وقفت شلته بنيت صح؟ انا جبت بس مش عارف جاب لي كام كل، بس انا بشوف الكلمه اسمه جات لي الشوك كده. هم كانوا اثنين صح؟ انت حسبك واحد، يبقى دوت خلاص، يبقى خلاص كده السكوت ده خلص. انت بتقول بقى هنا ده حد فنشه؟ طب يلا يلا نروح زوم بس عشان ما نطور. في حد في طور؟ والله شفت حد. طب احنا كده هنفايت منين؟ انا حاسس ضهرنا هتلاقيه مقدر، ضهرنا هتلاقيه في ناس اكيد. انا معايا 2 شيلد، اودي اعمل كفر كده. كفر ايه بقى؟ هنعمله كفر فين ده؟ استنى نشوف. عربيه حط كفر، مفيش مشكله. عربيه اهو. ايه ده؟ وايه ده؟ ده كلمة جاي دلوقتي. ده منورين. لا بس في واحد جه اسمه جيت، خلي بالك، وجاب واحد كمان. يا لهوك يا حاج، ده بتاع التاور ده؟ خد له هيد شوت محترم، مش هنشوفه تاني. قاعد عايل في صح. هو اكتر من واحد تقريبا صح؟ لا هم شكلهم ثلاثة، مش اثنين كمان. ثلاثة في طور، واحد تحت واثنين فوق. طيب ده اللي ماسك السلاح الجديد. بس يا نايس، اقعد بقى ريح اللوبي. خلي بالك حد هيحاول ينزل. حد حد بيضرب. طب خلي بالك كده من الشمال، حاول تحدد مكان بس. انا عايز بس اعمل شوف على العربيه. ما مش مشكله، العربيه خلاص مش هحتاجها تاني. خش بالك، هحطها زي يعني زي كفر كده. انا خايف نضرب ورا الشيلد. لا تفرك يا اسطى، مش كل من يضرب ورا الشيلد يا اسطى. الراجل ده بس بيضرب من هنا. واتش اوت، ركز معانا. التانيين بيتحركوا. واحد كفايه، في واحد جاي ماشي. خلي بالك من الفلانك، ركز انت مع دول، ما تضربش من ظهري بس ماشي، عشان ايه؟ انا عايز اركز مع دول. اتحركوا من الزوم، اتحركوا من طول. شو ثانيه بس بهير، لو ضربت من شمالي هيبقى فيه كده. ضرب من شمالي يا اسطى. اقعد يد، اقعد بس. في واحد بيعدي، في واحد عايز يعدي.
بيحاول يتحفل يتعزف مش هيعرف يعني. على 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 هذا على هذا على هذا الثلاثة دول يعتبروا صحيتين. ماشي مين ده؟ واحدة بادي محترمة صصة. في واحد هنا صصة. ايوه دول جم دول جم. يا رب خلي بالك خلي بالك خلي بالك. لا امسك انت. خلاص ده خلصان ده خلصان. ماشي ماشي ماشي. لسه دولت شكلهم سكواد شكلهم سكواد. ها قوم قوم هنا قوم هنا قربوا هنا قربوا هنا دولت. ارمي 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 نداية ارمي نداية ارمي نداية في السموك. في واحد جه من بعيد اهوت. طب انا رايح اتنين نقوا وفي اتنين نقوا وعايزهم في المسج اهوت. بس لازم تتحرك راح رايح. حلو ركز مع ده عشان في واحد تاني هنا قدامنا. انا عايز اجيب ده اللي قدامنا ده. هو ده اخر واحد. ماشي 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 بس انا حسبتي في واحد. ده خلاص ده ده مات وماشي. اخر واحد خلاص. يلا 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 كفرت كفرت. لكن ده انت كفرت. انا زومي صعبه خالص اصلا. خلي بالك مني مني. اي لا اله الا الله. ما ظهرتش عندك العلامه؟ ماشي لا ماشي بس لسه كنت بصحى بس. طب ارجع 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 صحيح ارجع صحيح. ريح لا يحتاج ريح. انا قلت لك صحيح مش قصدي صحيح قصدي اموت. لعيب حكست.